السلام عليكم. اليوم نعرفكم بصناعة السيراميك، ما يسمى بالسيراميك في الجزائر، وهذه صناعة مهمة جدا واستراتيجية في ميدان البناء، واللي يعني في العامين هذو ولا 3 سنين الأخرين عرفت تطور رهيب في الجزائر، وخاصة بسبب إيقاف الاستيراد نتاع السيراميك اللي كان يستورد من إسبانيا بسبب الأزمة السياسية اللي طرأت بين الجزائر وإسبانيا، ووقف اتفاقية التجارة مع إسبانيا، وحسن اتفاقية حسن الجوار مع إسبانيا. إذن بكل هذه الأسباب السياسية تم إيقاف كل الاستيراد نتاع الفايونس، او ما يسمى بالفايونس او يعني المواد السيراميك من اسبانيا، ويعني اصبح على عاتق مصانع في الجزائر ان تعمر الفراغ هذا اللي يعني، واللي بموجبه تم انشاء 2 مصانع من اكبر المصانع في افريقيا. وسوف نشاهد الفيديو، ولا شي رهيب، خليكم تشوفوا الفيديو تعرفوا وش راني نهضر. المهم انه فيه مصنع واحد في باتنا، راه التصدير راه يعني بدا في عملية التصدير منذ عامين، يصدر الى دول الخليج. يعني ونعرفوا باللي البناء في الخليج، الحركة العمرانية في الخليج حركة عالمية. اذا فيه يعني المصنع هذا قلنا في باتنا، وكذلك مصنع اخر اللي سوف نشوف الفيديو تاعه، واللي يقع في برج بوعريريج، واللي محصل على كل لي سيتيفيكاسيون تاع الكفاءات تاع ليزو 9000، وكذلك يعني حتى بالنسبه للمصنع تاع باتنا كان كذلك محصل على لا سيتيفيكاسيون ايزو 9000 تاع الجوده، تاع الجوده تاع الانتاج والنوعيه تاع المنتوج، يعني تاع لو برودوي. اذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو على المصنع نتاع برج بوعريريج لإنتاج السيراميك، وليعتبر واحد من أكبر، هو الأكبر في الجزائر، وواحد من أكبر المصانع في إفريقيا بمساحة نتاع المساحة تاع لا برودكسيون، المساحة تاع لا برودكسيون تساوي 1 هكتار، يعني 10 آلاف متر مربع مغطاة تستغل في إنتاج السيراميك في مصنع برج بوعريريج. نتابع كلنا هذا الفيديو، واترككم تتابعون، والسلام عليكم.